ياسر راح يحاول انه يدخل علي من ورا ويمسكني بطريقه اللي هي مسك الركبه انه ينزلك على الارض. ماشي؟ انت هني وصلت الارض معناته وخرت عن الجزء العلوي عنده بالجسم. شو تسوي؟ نشوف. نزلت الحين بهالشكل هذا. شنو قدامك الحين؟ تحاول تطلع فوق؟ ميودي حيل وضاغط على رقبه، شلون ضغط؟ عندك هني بريشر بوينت على الريل. تضغط عليها بالشكل هذا بين الصبعين، لاحظ. مؤلمة جدا. هني هذه تفكك من الشخص اللي ماسكك. شوف مرة ثانية يدخل. يقولك نزلك راح تلقى هذه على طول قدامك. انا قاعد اقول كاني شوف موضوعنا اليوم على البريشر بوينت. موضوع متشعب وكبير، احنا حاولنا نختصره على قد ما نقدر بحيث انه نفهم شنو هي نقاط الضغط وشون التأثير عليها من الناحية العلاجية ومن الناحية ايضا التأثيرية على الشخص في حال انحطيت في موقف لا سمح الله. يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله التمرين الجاي. Sensei, wait! Go, Maragato.